تدق أجراس الكنائس وتتلى الترانيم والأدعية، وثمة توزيع للهدايا وتبادل للتهاني بمناسبة أعياد الميلاد. في إقليم كردستان 250 كنيسة وديرا ومزارا، 35 منها في أربيل وأغلبها في ناحية عينكاوا ذات الغالبية المسيحية، يبلغ عمر بعضها مئات السنين. عندنا كنائس في أربيل يعني تعود إلى قرون في بداية المسيحية، فكثير مهمة، خاصة عندنا كنيسة مارغورغيس اللي يحبذها جميع الناس، بالتأكيد يحبذون الكنائس، لكن لهم هاي الخصوصية أن تكون هاي الكنيسة القديمة، أن يحضرون قداس في هذه الكنيسة، أن يتأملون. تتعدد الكنائس وتتنوع في أربيل طبقا لتنوع عقائد المسيحيين وطوائفهم، كنيسة الكلدان الكاثوليك وهم الأغلبية هنا، وكنائس أخر للسريان والشرقية الآشورية والأرمن وغيرهم، يشتركون جميعا باختلاف مسمياتهم بالاحتفال والدعاء بالخير لهذه البلاد. عندنا عدد من الكنائس موجودة في القرى، كانت بالبداية مهجرة تم ترميمها وتعميرها، ولكن بعدم وجود الخساوس بالعدد الكافي هناك زيارات دورية عليها من قبل رجال الدين الكنيسة، هم يزوروها بين فترة وفترة حسب جدول، يروحون يقيمون صلاة هذه القرى. إلى القرون المسيحية الأولى يعود الوجود المسيحي في أربيل، ويبلغ تعدادهم في عينكاوا اليوم قرابة 8000 عائلة، وتمتاز غالبية الكنائس هنا بالنشاطات الاجتماعية، فبعضها مثلا مسؤول عن رياض الأطفال والمدارس، وأخرى ترعى مستشفيات خاصة. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.